بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ النهارده تاني حاجه من حاجات العيد هنعملها مع بعض، وهي البيتي فور. ايه مقادير البيتي فور؟ 2 كوب دقيق منخول ومعاه ذره ملح، 200 جرام زبده، نص كوبايه سكر بودره منخول، برضو اهي الكوبايه اللي احنا بنعمل بيها هي كوبايه الدقيق هي كوبايه السكر، 2 صفار بيضه وفانيليا، كوبايتين دقيق، 200 جرام زبدة، نص كوباية سكر بودرة، 2 صفار بيضة وفانيليا طبعا، وذرة ملح على الدقيق. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنحط الزبدة مع السكر البودرة وهنضربهم بالمضرب الكهرباء لغاية ما يبقوا زي الكريمة. هضربهم ووريها لكم بعد الضرب. اضرب الزبده مع السكر جامد 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 لغايه ما لونها يفتح كده، وبعدين ابدا ان انا اضيف الدقيق شويه بشويه، يعني معلقه، واقلب معلقه واقلب، اكمله واوريكم الشكل النهائي بعد العجن. بعد ما ضربنا البيض والسكر والفانيليا والزبده ضرب جامد لغايه ما بقت زي الكريمه، حطيت الدقيق معلقه معلقه زي ما اتفقنا، وبعدين قلبت، مش عجنت، تقليب بس كده لغايه ما امتزجت المكونات، وبعدين قسمت العجينه 2، حطيت على نص فيها معلقتين كاكاو علشان تبقى بني، والنص التاني خليته ابيض زي ما هو، وهحطه في الثلاجه نص ساعه وبعدين نشكل. وبعدين يشكل كده على ورق الزبده. انا طبعا هنا مشكلاه بالبيله لان ما عنديش مكنه بيتي فور، اهي البلبله دي. تعملي بقى بالشكل ايه اللي انت عايزاه. بيتحط على فرن 160 لمده 12 دقيقه، هنشوف بقى هياخد كام وهقول لكم. تشكلوه بقى زي ما انتوا عايزين، مدور او طويل زي ما انتوا عايزين، وطلع بصراحه ناجح جدا. شكله بعد التسوية جميل قوي، اهو خفيف جدا وحلو، نفس الشكل ونفس التشكيلة، شكله حلو جدا جدا. دي بقى الحاجات اللي هزين بيها البيتي فور: فستق، مطحون، جوز هند، شوكولاتة سايحة، وطبعا اي نوع مربى انتي تحبيه.